أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، مرة ثانية نرجع لكم وحلقة من حلقات موضوعنا الشيق اللي هو صناعة هوية الفريق. اليوم هي الحلقة رقم 15، راح نتكلم بها على نظام اللعب الدفاعي وما هي الخصائص أو النقاط الأساسية اللي نقوم بها من أجل فعالية نظامنا الدفاعي. قبل ما ننتقل إلى ونشرح، لازم نرجع نسوي لنا إعادة بسيطة، أنه أن عملية التعلم تتم وفق منهجية متدرجة، وهي أنه نبدي من لاعب واحد، لاعبين، 3 لاعبين إلى 4 لاعبين، وبالتالي يخلق لنا نظام دفاعي متكامل. الأنظمة الدفاعية الأساسية هي معروفة للجميع، يعني خلينا نكون بشكل مبسط، هو النظام الدفاعي الفردي المان تو مان، وفي النساء نقول احنا وومن تو وومن، وايضا دفاع المنطقه، وايضا النظام المركب اللي يجمع ما بين الاثنين. الدفاع الفردي هي المسؤوليه الفرديه لكل لاعب مع مهاجم اخر، وينتج عن هذا النظام ضغط عالي، وايضا احنا ممكن نحدد مناطق الضغط ومناطق اللعب على المان تو مان. خلينا نقول يعني ممكن مان تو مان ملعب كامل او نص ملعب، او ايضا ممكن في الزون، ولكن نفس الوقت هذا النظام يخلق مساحات فارغه كبيره، وخصوصا ضد فريق اذا كان يتمتع بلياقه بدنيه عاليه وايضا مهارات عاليه، هذا الشيء راح يسبب ارباك وهي نقاط الضعف. الدفاع المنطقه هو نظام معاكس للدفاع الفردي، اذا تكون مسؤوليه دفاعيه هي المساحه وليس الكره، يعني احنا نغطي المساحه ونخلق المساحات وما نعطي خيارات للمهاجم، وبالتالي يمكننا العمل بمنطقتين للدفاع، في 1-2-1 و2-2، والهدف هو تقليل المساحات بين اللاعبين ومحاولة دفع الكرة إلى أجنحة الملعب، وبالتالي إجبار المنافس على اللعب بعيدا عن مناطق القريبة للمرمى خاصتنا. النظام المركب المختلط هو هذا النظام يجمع ما بين النظام الفردي والمنطقة، ويعتمد على قواعد المدرب اللي تحطها أنت، وشنو الخصائص ذاك الفريق المنافس اللي أمامك تواجهه، وبالتالي تلعب على نقاط القوة تبعك يعني الخاصة بيك، وتقلل نقاط الضعف الخاصة بيك، وتلعب على نقاط ضعف المنافس. طبعا هنا يعني مقولة جدا مهمة، I prefer to work a defensive system based on basic and easy rules instead of complex rules because we can use this system against any offensive system 4-0, 3-1 or 2-2. يعني أنا أفضل إنه العمل بنظام دفاعي مبني على قواعد وقوانين وأسس سهلة، بدل من القوانين المعقدة واللي بيها تعقيدات كثيرة ومداخلات كثيرة، وبالتالي هنا لا يمكننا استخدام هذا النظام ضد أي نظام هجومي، سواء كان 4-0 أو 3-1 أو يعني 2-2. يعني انه اذا انا سويت نظام دفاعي مبني على قواعد وقوانين سهله، فهذا يمكنني ويخليني قادر على استخدام نظامي الدفاعي ضد اي نظام هجومي فعال، سواء كان عالمي او محلي. نروح هنا، انا راح نشرح النظام الخاص بنا كيفية عمله. طبعا هاي النقاط اللي راح اتكلم بها هي النقاط الأساسية لكل نظام دفاعي، من أجل انه انت تخلي دفاعك منظم، ذو فعالية، مبرمج، ذو نجاح امام هجوم الفريق المنافس، وايضا ايقاف هجوم الفريق المنافس. لازم تعمل انت في هذه النقاط. النقطة الأولى هو الخط الدفاعي الأول. الخط الدفاعي الأول اللي نقصد به مثل ما تلاحظون أمامنا بالصورة، الفريق الأحمر هو الفريق المدافع. خط دفاعنا الأول هو اللاعب الأول اللي يكون مواجه للكرة،
اي اقرب لاعب الى الكره اللي يقوم بعمليه الدفاع، وتشوف هو خط دفاعي. اذا احنا نرمز للخطوط، وانا سبق وان شرحتها في محاضره سابقه، خطوط اللعب او الخطوط الدفاعيه الوهميه احنا نقوم بها. فاللاعب رقم 5 هو خط الدفاعي العدواني الاول. هنا أنا لازم يكون خطنا الدفاعي الاول عدواني، يعني العدواني وليس ارتكاب الاخطاء. عدواني يعني انه يقوم بعملية الضغط على المنافس بصورة صحيحة، وما اريد نسيء الفهم في هذا المفهوم. وهنا الضغط ومحاولة سرقة الكرة من الحركة الاولى، اكو حركة يسموها الكوبرا، الكوبرا كاتش او الكوبرا كات، قطع الافعى الكوبرا. هنا قطع الكرة بسرعة والانقضاض عليها. والهدف الرئيسي من الخط الدفاعي هنا هو البقاء في الاستعداد التام بانتظار اي خطأ او اي كرة تخرج من قدم المنافس، هنا ننقطع عليها وناخذها بسهولة. النقطة الثانية هي الضغط على الكرة، طبعا الضغط على الكرة وايضا الضغط باتجاه الكرة. من المهم جدا القيام بالضغط على الكرة دائما في كرة الصالات، عندما تعطي مساحة مناسبة للمنافس فهنا راح يكون ذو قدرة في تدوير الكرة وقدرة في الدوران وأخذ مساحة للتفكير وإلى آخره. وهنا محاولة إثارة وإحداث خطأ هجومي، يعني أنت من الضغط على المنافس راح تخليه وتحسسه بالضغط، راح تجبره على إحداث أخطاء هجومية. وهنا إذا لم يتم الضغط على الكرة يمكن للاعب المنافس أنه يفكر براحته ويتصرف براحته ويوجد حل أفضل، وأيضا يمرر بشكل خطير علينا. مثل ما تشوفون هنا بالصورة، لاعب رقم 4 هنا مسوي ضغط، لحظة استلام الكرة لاعب رقم 2 يناول الكرة للاعب رقم 4، لحظة المناولة اللاعب رقم 4 يروح يضغط، وبنفس الوقت لاعب رقم 3 ضاغط اللي خط الدفاع الاول هو، وايضا اللاعب رقم 5 اللي هو مسوي الموازنه وفي حال في حاله لعب الكره من هذا الجانب ايضا يضغط. وهنا العمق الدفاعي للاعب رقم 2. النقطه الثالثه غلق عمق الملعب، هنا مفهوم جدا مهم جدا ومفهوم يجب ان يعرفوه اللاعبين. في كل مره نضغط بيها من المهم انه ندفع الكره، يعني نخلي نجبر الفريق المنافس انه يلعب الكره على الجانب اللي احنا نريده. احنا وين نريد المنافس يلعب؟ يلعب على الجانب اليمين او يلعب على الجانب اليسار، اي خط التماس. وهذا شلون راح نقوم به؟ في كل مره نقوم باغلاق خط خيار اللعب في المركز، يعني نغلق عمليه عمق الملعب على الفريق المنافس، وبالتالي نجبر المنافس انه يلعب على الاطراف. وهنا باستثناء واحد لهذا المفهوم اللي تكلمت به، اغلاق هو عندما يلعب المنافس بمحور قوي ومهيمن ونريد تقليل مشاركته. يعني مثلا اللاعب عندهم ذو امكانيات عاليه ويلعب كمحور بعمق الملعب او يلعب بالخلف كلاعب قفل، هنا نخليه يلعب للوسط، يعني عمق الملعب لكن باتجاه ملعب في ملعبهم الخاص، من اجل انه نقلل فعالية هذا اللاعب انه يجي على مناطقنا القريبة من الهدف. النقطة الرابعة المهمة وهي الضغط على الأجنحة، ومن المهم جدا انه احنا نعرف هذا المفهوم. هو يعني انا اشوفه بجانب مهم جدا للاعبين، انه يعرفون اللاعبين وين الجانب القوي وين الجانب الضعيف. الجانب القوي دائما يكون الجانب اللي يتواجد بيه اكثر عدد من اللاعبين وايضا تتواجد بيه الكره، والجانب الضعيف هو الجانب يعني يكون بالاتجاه المعاكس لهذا. هسه نشوف مثلا هنا على الصوره، هنا الجانبين عندنا قسمنا نص الملعب بخط وهمي. الجانب القوي هو الجانب اللي موجود بيه اكثر عدد من اللاعبين والجانب اللي متواجده بيه الكره. ايضا هنا لازم احنا نغلق، وبنفس الوقت
نوازن ونكون حذرين من الجانب الضعيف. لازم احنا هنا في الجانب القوي لازم نغلق المساحات من اجل ونغلق خطوط التمرير من اجل استخلاص الكره. النقطه رقم 5 المهمه ايضا مفهوم اللاعب الثالث. يعني تكلمت انه احنا عندنا خطوط، الخط الدفاعي الاول، الخط الدفاعي الثاني، الخط الدفاعي. كل ما يكون عندنا اكثر من خط دفاعي كل ما كان وقفتنا الصحيحه بشكل او باخر تكون افضل. من الجانب الضعيف الى الجانب القوي، اذا نلاحظ مثل ما انا قاسم الملعب الى نصفين، النصف القوي والنصف الضعيف، هنا اللاعب الثالث هو رقم 2، هنا يقوم بعملية الموازنة، وهذا في يعتبر اللاعب الثالث من أهم اللاعبين في نظامنا الدفاعي. إحنا الآن دا أتكلم كنظام دفاعي كسيستم كامل، لأنه يحتاج إلى السيطرة على مساحة وسط اللعب والحفاظ على الخط العدواني. أي يعني عندما يكون هنا اللاعب خلف لاعبنا الخط الأول وبتغطية صحيحة، هنا راح ينطي الحرية وينطي الثقة للاعب الأول في الضغط، وفي أي وأيضا يعني الثقة في الضغط واستحصال الكرة. وهنا يعني كثير من الكلام ممكن نتكلم بهذا الشيء، لكن أنا أعطي النقاط البسيطة من أجل أنه الانتقال إلى نقطة أخرى ويساهم في الحركات الهجومية الفاصلة. يعني بعض النصائح المهمة للعمل انه خط دفاعنا الثاني ضد النظام، اي يكون خط دفاع موجود، يعني في حالة اجتياز اللاعب رقم 5 اللاعب رقم 2 راح يكون بعده. يمكن ان يصبح خط دفاعي اول اذا قام المنافس بتدوير اللعبة من جانب الى جانب اخر، اي لاعب رقم 2 لاعب الى لاعب رقم 3، هنا راح يصير الخط الدفاعي هو اللاعب الاول. انه اللاعب الاول في عملية التغطية، يعني في عملية في حالة اجتاز اللاعب رقم 2، لاعب رقم 5 هو اللاعب الاول في عملية التغطية. وايضا السيطرة على مساحات عمق الملعب، اذا تشوفون هو مسيطر على هذه المنطقة، المنطقة هي تكون خاصيته. وايضا ننتقل الى النقطة رقم 6، مفهوم اللاعب الرابع. اللاعب الرابع يتمركز في ابعد مكان عن الكرة، مثل ما تلاحظون احنا نسميه قفل. واحدة الاشياء المهمة في فهم هذا او عمل هذا اللاعب، خلينا نشوف بعض النصائح. اللاعب الرابع هو الجناح من الجانب الضعيف. دائما اللاعب الرابع يكون موازنة ما بين عمق الملعب والجانب الضعيف في حالة لعب كرة طويلة، لعب كرة قطرية، لعب كرة بالعمق، ويقوم بعملية التغطية وتوقع خط التمرير في عمق اللعب للفريق المنافس. يلعب المنافس بالنظام هجوم 3-1 مثل ما تشوفون. اللاعب الرابع هو آخر مدافع عندنا، يتمثل دوره في التحكم في المحور ويحاول توقع خط التمرير مع اللاعب المنافس في العمق. النقطة 7 هي حركات القطع، متى وكيف وأين تفعل ذلك. يتم إنتاج حركة دفاعية، دائما حركات القطع اللي يقوم بها المنافس هي حركات ذهاب وإياب أو ذهاب إلى الجانب والرجوع، وهي حركة دفاعية فاصلة. عندما يتحرك لاعب في الخط الدفاعي الأول بعد التمرير الكرة مباشرة إلى مهاجم آخر، وهنا نحاول نسرق الكرة، وبعض الحالات يمكن إن إحنا ننتج بها 1-1. الهدف الرئيسي من محاولة دفع الكرة وسرقتها. وأيضا هناك نصائح نقدم لكم إياها من أجل أنه تكون فاعلية في حركات القطع. ينتج فقط حركات القطع دار مسار أمامي، خصوصا إذا أنا أروح للأمام وأبدل اتجاهي وأقطع كرة. إصدار حركة قطع فقط إذا كان المهاجم في زاوية الرؤية الخاصة بي، يعني أنا أسوي حركة قطع رأسا أروح أقطع غير اتجاهي وأقطع إذا كان المهاجم أنا مسيطر عليه بالجانب الرؤية. وأيضا ينتج حركة قطع في منطقة خط التماس، لأنه يكون قريب من خط التماس، وبالتالي خط التماس هو لاعب مساعد لك. حركات دفاعية فردية، أحد الأشياء المهمة في نظامنا هو كيف ومتى يتم تطبيق الملازمة الفردية. عندما لا يتم الضغط على الكرة لازم أتبع المهاجم ماتي،
عندما يحاول المنافس إنشاء حركة ثنائية يعني دبل باس، ويكون مهاجمين قريبين، يجب علينا اتباع المهاجم أو تبديل بشكل وبآخر، يعني أبدل المنافس مالتي أنا وزميلي.